من وش غرقتك دهية في شكلك. الصباح الخير يلي معانا يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. الصباح الخير يلي معانا. خد 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 تعال هنا. انت رايح فين؟ رايح انزل اقعد مع صحابي يا بابا. شايلك يا ابني انا طالع في التلفزيون على الهوا وعايزك تسجله لي في الفيديو. يعني يا بابا حتى اليوم اللي بنزل اقعد فيه مع صحابي هتقدرني برضه في البيت؟ دي ما بقتش عيشه. ايه اللبانه اللي في بقك ده؟ مش قال لك انا ايه عيب؟ عيب واحد زي كده ارمي اللبانه دي عيب؟ معلش اصلي ريقي ناشف. ريقك ناشف؟ اه بعد ما ريقك يتبل ارميها على طول. في واحده زياده معاك عشان ريقي؟ لا لا لا, 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 لا خلاص ارميها. مين هالطو اختك لافة فين؟ صحت؟ اه من زمان وراحت الشغل. راحت الشغل اوكي. يا صباح يلا. الريحة دي ريحة ايه؟ هقول لك بقى، عاملة لكم اكلة جديدة نوفي هتاكلوا صوابعكم وراها، لسه شايفاها امبارح في التلفزيون. صينية مسقعة بصفار البيض. بايه؟ صفار البيض. صفار البيض يلي معانا يلي معانا البيض فقز. يلا يا حبيبي تعالى انت بقى كل مع خالته. انا صايم. والله ماليكوا في الطيب نصيب. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونشهد أن الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حلو القاعة مليانة. حلو مساء الخير. مساء الخير. في شويه تعليمات يا جماعه نحب نقولها في الاول عشان نعدي الحفله على خير وتستمتعوا بالفيلم ان شاء الله. ايه يا عم احنا في طياره ولا ايه؟ ما تخلص بقى يا عم. مش حابب تقول حاجه؟ حابب تقول اللي جنبك حابب يقول حاجه؟ حابب اول حاجه يا جماعه ما حدش يقاطعني وانا بتكلم، انا بقول تعليمات مهمه تمام؟ تاني حاجه اترك المكان كما تحب ان تراه. يعني ما لقيش فشار مرمي، كان زيت بيبسي مدلوع على الارض، منديل واحد تفف لي فيه ورمهولي. يعني احنا طلعنا عين ابونا عشان ننظف لكم القاعه تمام. تالت حاجه يا جماعه نلتزم الصمت، اللي هنسمع صوت موبايله بيرن هنسحب الموبايل بهدوء ونحول الرصيد كله لتحيا مصر تمام. ولع الفيلم يا حسن. ماشي انا قاعد معاكم بقى. يلا زكلاف. هي مرتديلا اخبارك ايه؟ هتخلص امتى؟ شويه كده. ثانيه واحده معايا. هلو يا فندم. مساء النور. تحبي بحريك بيتزا بوركر ميكس جريل باستا اور سي فود؟ لا انا ممكن اخد حاجه تشيكن. ممكن اخد تشيكن كانتي. 1 بيس اور 2 بيس؟ 2 بيس. السوز باربيكيو ولا هاني ماسترد ولا فرنش فرايز؟ باربيكيو. اوكي حضرتك تحبي درينك ايه؟ ميديوم سمول لارج؟ ميديوم اورنج جوس. Two pieces chicken, barbecue, orange juice, medium, quickly please. Two pieces chicken number six. Change please. Two pieces chicken. مرتديلا. مرتديلا. ايوه ايوه لافة. انت رحت فين يا ابني؟ موجود. بقول لك ايه مرتديلا، ممكن تعدي عليا عشان عندي مشوار صغير عايزك توصلني بليز؟ ماشي يا ست تحت امر. سلام. Two pieces chicken number. ايه ده؟ ايه ده؟ نهارك يا اسطى. تاريخ كنت داخل مستعجل في ورديتي؟ بتعمل كده في ورديتي؟
ده انت ليلتك سودة، ده انا هوديك في داهيه. حضرتك ليه السياح طب في قاعه مغلقه زي دي يعني يا فندم؟ سياح قاعد لي في نص القاعه وتقول لي السياح ما عادش ورا ليه يا حبيبي لو خايف من السياح؟ معلش معلش، بص بص ابوس ايدك، استر عليا الله يستر عليك. انت بترشيني؟ لا خالص. انت ليلتك سودة يعني قضيه اداب ورشوه، قضيتين في ليله عرض واحده. حظك حلو بقى. لا طب بص حضرتك، بص والنبي يستر عليا الله يستر عليك. انت غبي يا ابني، ما انا قلت لك اعمل لك رشوه بتديني فلوس تاني. ايه الغباوه دي؟ وحياه امي لو اديك في ده. محمد لا ما تدخلش في محمد، النبي ما تدخل محمد. طب محمد اه حضرتك انا بحبها. ايه؟ بحبها قوي. وهي بتحبك؟ هي كمان بتحبني. طب اقعد اقعد، خلي بالك منها، حطها في عينك، ما تزعلهاش. حاضر، بس لازم تيجي الفرح. ماشي، انا مستني هنا اهوت، مستني الدعوه. ربنا يخليك يا استاذ. ماشي، ربنا يخليك. لو جبت ولد تسميه مرتضى. عينيا. ولو جبت بنت وايده. ماشي. بس 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 بقول لك ايه، خلي بالك عشان 5 دقايق والنور هينور والاستراحه. ماشي فاهم يعني؟ بسرعه بسرعه. ايه ده في شارع الارض؟ هسيبك بقى يا حبوبه واروح اغير عشان امشي انا. تغيري ايه؟ استني بس، النهارده عندنا عيد ميلاد ونجوى ما جاتش، والمدير بيقول ان انت اللي هتخشي مكانها. عيد ميلاد ايه؟ انا مالي؟ انت مالك ايه؟ مش انت جايه النهارده متاخر وامبارح مستاذنه بدري؟ هو بقى كده شكله حطك في دماغه، وكمان ده مش اي عيد ميلاد، ده عيد ميلاد ابن اخته. يا دي الحظ الهبل، ده انا عندي ميعاد مهم قوي نفسي الحقه. هو هابي بيرثدي تو يو وعيد ميلاد وكل سنه طيب وهنخلص. ايه يا لهفه؟ ايوه يا فندم. عندك اعتراض ولا ايه؟ لا خالص يا فندم، ده الحبوب الصغير ده حبيبي، ده انا هعمل له شقلبظات في عيد ميلاده. كلنا شقلبظات؟ كلنا نعمل له شقلبظات. كلكم هتعملوا شقلبظات؟ طبعا. اتفضلي على عيد الميلاد. اوكي يا فندم. انا هكهربه والله العظيم هكهربه. يلا يا حبيبي بقى طفي الشمع عشان نخلص من ام العيد ميلاد ده. ايه ده، مش نغني الاول ولا ايه؟ يلا نغني. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو شوقي، هابي بيرثدي تو يو. يلا طفي بابا. ايه الكلوته دي؟ انت هتقلبيني ولا ايه؟ ميدو من عمتي عمل عيد ميلاده هنا الاسبوع اللي فات وكان مليطه. مليطه؟ عايزني اعمل لك ايه يعني؟ ما اعرفش. اتشقلبي. اتشقلب؟ لا يا حبيبي، لو فاكر نفسك عشان ايه من اخت المدير، انا هتشقلب لك فعلا وهغني لك وارقص لك واعمل لك الحركه. حبيبي بيرثدي يا حبيبي. السكر ده حبيب قلبي القمر ده، انا هشيله كده قبح فوق دماغي. ايوه كده، هابي بيرثدي يا شوقي. البنت دي ما كانتش عايزه تغني لي. لا لا يا فندم والله، هو مش قصده، هو فهم غلط، مش اندرستاند. انا بس ايه، هو كان عايزني اغني له هابي بيرثدي تو يو، قلت له لا ما يصحش، لازم اغني لك هابي بيرثدي تو يو، هغني لك كل شويه نكبر حبه حبه حبه، واغني لك يلا حلا بالا، اغاني كتير يعني. ايوه ايوه ايوه، غني لي كل شويه نكبر حبه حبه، دي حلوه. ها طبعا. انبسط يا حبيبي انبسط، يلا باي. باي باي يا فندم. يلا يا طفي التورته يا بتقول له البت دي. يا غالو يا غالو. يلا، هو فين الساحر بقى؟ جاي يا حبيبي حالا، جايبين لك ساحر وجايبين لك اراجوز وبهلوان وكل حاجه، ناقص يجيبوا لك نانسي عجرم. خطوبه دي ولا عيد ميلاد؟ النبي يا بنتي. ايوه النبي يا بنتي. ايوه يا حاج. النبي يا بنتي. ايوه كرسي. حاضر حاضر يا حاج. اتفضل. الله يخليكي. اتفضل اتفضل. كرسي بس. الله يخليكي. اتفضل. اجيب لحضرتك ميه ولا ايه؟ لا لا لا، انا عايز. طب اتفضل الكرسي اهو. اتفضل. ايوه الله يخليكي. الله ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. الله يخليكي. حول ولا قوه الا بالله على اليوم اللي مش هيعدي يا رب. اتاخرت عليكي معلش. مرتدله، انا للاسف مش هينفع امشي. ليه؟ عشان النهارده عيد ميلاد ابن اخت المدير، الولد السكر الامور ده، والمدير قايل لي انا اللي اشرف على العيد ميلاد. طيب غني لهم غنوتين ويلا بينا. يا ريت، حاولت اعمل كده بس كل شويه يجي لي ويبص عليا وعايزني بقى اشقلب لهم. ايه ده؟ مين ده؟ ده الساحر، المفروض انه هيعمل فقره الساحر. ساحر ايه؟ ده مصاص دماء. لا لا لا، ده الساحر، احنا جبناه كذا مره، هيعمل فقره الساحر. يا ابننا الساحر. لا انا هتسولك دلوقتي. ماشي ماشي، معاكي توم؟ لا معيش. طب افتح بقك، مش عايز افتح بقه. بقول لك ايه مرتدله، معلش انا اسفه قوي هتقل عليك، بليز ساعدني ان احنا نخلص من ام العيد ميلاد ده، انا عندي ميعاد ومش عايزه اتاخر. ما تقلقيش انا هتصرف. بقول لك يا حاجه، تعالى معايا. ايوه طب يا ابن السعد، سندني بس. تعالى تحت امرك. طب سندني بس. الله يخليك. سندني. الله يخليك. متشكرين قوي يا ابني. تعالى تعالى. شكرا يا مرتدله. اقسم بالله مصاص دماء. بص قدامك حبيبي. يلا. الله عليك يا حاج، يا منورنا يا مشرفنا يا رافع راسنا في الفضائيات، يا كينج الفضائيات.
ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي يا حاج؟ لاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طمني يا علوه، ظهرت في التلفزيون الوقت قد ايه؟ كام ثانيه؟ احنا بالصلاه على النبي كده عملنا بالظبط 3 ثواني. حلو حلو قوي رضا. انا بقى سجلتهم وركنتهم جنب اخواته. هلا هلا، انت هتطلع مدير تصوير باذن الله. حرما الله على الدعوه الجميله دي، جمعا ان شاء الله كلنا كده على الفضائيه السعوديه. قادر يا كريم؟ لا حلواني، انا ماليش في شغل الفضائيات ده. فرجنا بقى، هلا فرجنا، فرحني. ثانيه ثانيه اهو. ايوه وحبيبنا. ايوه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا فين يا هلا؟ استنى، هو جاي أهو، جاي أهو. أيوه أهو. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد، إيه ده؟ أنا ده شغل الواد شلتوت مخرج القناة 9، مستقصدني من أيام ما كنت بصلي في القائد إبراهيم بتاع اسكندرية. خلاص يا حلواني، دي لا أول جمعة ولا آخر جمعة، البركة في لهفة بقى. الاوردر اللي هتروح النهارده هينقلها نقله كبيره قوي. انا امها ملناش حظ في الدنيا. شايف البرواز اللي فوق ده؟ لا والله، اصل عندي خشانه في رقبتي. انا سايب نص فاضي عشان هي تملاه بصورها بقى. نفسي حد فينا في العيله يظهر كده في التلفزيون او في السينما، بس يبقى قدام قوي، باين مش ورا. ان شاء الله هتشوفها نجمه كبيره قوي وفي اول الكادر. بس سيبني بقى انزل اروح شغلي. وبعدين لعلمك بقى، النهارده انتظر معجزه فنيه كبيره من بيتكو ده.